محامي الجيش بحي باب السباع شارع الواده 15/10/2011. الجيش والامن والسبيحه تم تطويق منطقه بالكامل. شوفوا بعينكم، شوفوا بعينكم يا امم يا دول، شوفوا بعينكم. هل جولان ولا باب السباع ولا حمص؟ حمص حي باب السباع 15/10/2011. محامي الجيش والامن والسبيحه لحي باب السباع. حسبي الله ونعم الوكيل. هون حي باب السباع حمص، ما تجوا لهون. الله اكبر عليكم، شوفوا بعينكم، شوفوا. شوفوا بعينكم. حمص حي باب السباع 15/10/2011. محامي الجيش والامن والشبيحه لحي باب السباع شارع الوادي. شوفوا بعينكم هون حي باب السباع ولا الجولون. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا جرد امات، بتئرات، مجنزرات، الناس العزل المواطنين. الله اكبر. بعدنا ما قاموا بسرقة المحلات والبيوت والتخريب والنهب. شوفوا بعينكم شو عارفين. شوفوا بعينكم شو عفسوا بالدبابة، بسكيت كهربائية تكسر.